فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الصف شخص يصلي تحية المسجد بعد إقامة الصلاة، فهل ينتظره الإمام حتى يفرغ أم يكبر ولو كان يوجد من يصلي في هذا الصف؟ لا لا، ما ينتظره الإمام، والمأموم الذي في نافلة يقطعها، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقطع الصلاة خصوصا إذا كان في أولها، فإنه يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام في الصلاة في الفريضة، نعم، ولا يستمر في النافلة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.